رويال بيضاو انطلقت الآن الجهاد في شوطها الثاني على جائزة منصور بن محمد بن حمزة يرحمه الله من أهالي الرياض وأحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراء. هذا الشوط لجهاد وفراس المستورد عمره الأربع سنوات فأكثر الجهاد التي لم تكسب في السعودية. وهذا الشوط على مسافة 1600 متر قيمة الجائزة 36,000 ريال. ورفيع الشان يتصدر الآن في المركز الأول. رفيع الشان متصدر ويبتعد بأكثر من 4 أطوال عن أقرب منافسيه في هذا الشوط. ما يبدو كريستالا في المركز الثاني ومن ثم وطنية في المركز الثالث. لا الآن المركز الثالث لشبل مشعل والصدارة لرفيع الشان الذي يتقدم ويسحب الجياد ما شاء الله تبارك الله في هذه الأثناء ويطيل الفارق مع اقترابه من المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية. ورفيع الشان متصدر في المركز الأول ما شاء الله والمنعطف الأخير باتجاه خط النهاية. وألاحظ أيضا اقتراب بقية الجياد شاهد أيضا الجواد رائد وأيضا محاولات الأخيرة في هذه الأثناء التي تصل فيها الجياد إلى آخر 200 متر في الشوط الثاني. ورفع الشان ما شاء الله لا قوة إلا بالله متصدر في المركز الأول ودخول أيضا قوي من قبل الجواد رائد في هذه الأثناء وتنافس قوي على الصدارة وخطف الصدارة في آخر اللحظات ما شاء الله لا قوة إلا بالله.